السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا يا ست سعاد، الله يسترك. ازيك يا عم الشيخ، عامل ايه؟ الله يكرمك ويبارك فيك. الحمد لله. بوحدك بس عايزين نسأل بس في حاجه كده. اتفضلي اتفضلي يا ست سعاد. دلوقتي عندي خالي مخاصم كل يعني خالاتي ومخاصم امي بسبب مراته. بسبب ايه؟ مراته؟ وهم كذا مره يكلموه وبرضه مفيش اي استجابه منه، يعني حاضر. استجاب مره وبعدين مفيش يعني. حاضر. بس وبعدين هو بيصلي يعني ما شاء الله عليه، يعني بتاع ربنا قوي يعني، بس انت بتحبي خالك يا سعاد؟ اكيد بنحبه يعني. اكيد بنحبه، ولا انت بتحبيه فعلا؟ لا طبعا بنحبه. طيب ادعي له ربنا يهديه ليكم. وحاضر هجاوبك. حاضر، خلونا بس ناخد بس في موضوعنا المشاكل الزوجية. انا ابتديت بقى الحلقة بقصة الابن اللي مراته نكدت عليه عيشته ومش عايزاه يخدم امه. لما بات معاها قالت له ده مش بيتي وانا مش مرتاحة فيه. لما راحت تقعد عنده قالت له لا يا حبيبي انا مش عارفة ادلعك، ده انت جوزي، مش حاسة مكسوفة من ماما. انا اول ما قال لي الجملة دي وانا بقراها في الرسالة بكيت. عارفين بكيت ليه؟ لان احنا بنصعب الحلال. جه في بالي كده حاجة وهقولها لكم. الناس اللي بيفعلوا الفاحشة، الناس اللي بيفعلوا الفاحشة ما بيفكروش بقى ده ممكن تلاقيه بيفعل الفاحشة في مكان سيء جدا وبذيء جدا، بيسهل الحرام. فما بالك دي أم زوجك، ستر وغطى عليك ويكفيكي من في علاقتك الزوجية مع زوجك الباب اللي بيتقفل عليكم. إيه بقى؟ أصلا أنا مش عارفة ألبس لك، أنا مش عارفة إيه. فكانت إجابتي لهذا الابن المألوم الذي لا يستطيع أن يفعل شيء، قلت له لا خير في زوج أهان أمه. فيش خير في زوج أهان أمه. واستغرب جدا الزوجة دي وحماتها كانوا قبل الزواج. تقول يا ماما يا حبيبتي ده أنت هديتيني بهدية عمري، ده ابنك ده هدية عمري. مجرد ما نتجوز يا جماعة الآية بتتقلب. ليه؟ أصل هي مش حرب، هجيبك هنا ومشيك أنت. أبدا. أم الزوج إذا كنا بنقول دينا إن الزوجة ليس واجبا عليها خدمة أم زوجها، فده حكم مش شرط إن نطبقه بحذافيره، ده الحد الأدنى من الحكم. لكن يجوز إن الزوجة تخدم أم زوجها، ويجوز إن الزوجة تقول لأم زوجها يا ماما، ويجوز إن الزوجة تقعد في بيت حماتها طالما بيعاملوا بعض بالمعروف. لكن الحما كمان تبقى عارفة إن دي ليها زوجة وليها خصوصيتها وليها بيتها، ولازم تبقى عارفة إن جالك شريك في ابنك مراته، ويمكن هي شريك بنسبة أكبر، لكن لازم أنت تبقى فاهم إن دي ماما، دي الكعبة بتاعتي، دي الدعوة المستجابة. نطلع فاصل ونرجع نكمل.